السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هناخد الكومباراتيف بتاع التيبيا. التيبيا زي ما احنا عارفين اللي هي لونج بون، بيبقى ليها بروكسيمال اكستريميتي وديستال اكستريميتي، قلنا هنا، وبيبقى معاها العظمه الصغيره دي اللي اسمها الفيبيولا، بتيجي عند اللاترال كوندول بيبقى ليها فاسد عشان تمسك هنا وتعمل لي ما بين العظمتين انتر اوسيس سبيس. عظمه الفيبيولا ما بتكملش للعظمه للاخر، ما عدا في حيوان اللي هو البيج الفيبيولا بتكمل معايا للاخر، بتاخد الانتاير لينس وبيبقى الانتر اوسيس سبيس بطول العظمه كلها. لو جينا نشوف الفروقات اللي ما بين الهورس والاوكس او اللارج رومينانت، ايه الفروقات اللي ما بينهم؟ اول حاجه العظمه في الاوكس بتبقى ماسيف، بيبقى عندي لو شفنا البروكسيمال اكستريميتي عندي اللي هو التيبيال تيوبريستي، ما بيبقاش الجروف اللي اسبه ما بيبقاش موجود زي الهورس، هنا التيبيال تيوبريستي مقسوم بجروف. بعد كده لو جينا نشوف الانتركوندوليت ايمينانس، بيبقى برضو الميديال اكبر من اللاترال او اعلى منها شويه، وعنده الاثنين كوندويل والاثنين من السكاي بتاع الكوندويل عادي. لو جينا نشوف اللي هو الكودال سيرفيس، بنلاقي عند الكودال سيرفيس والهورس بيبقى عندي نيوترون فورامين موجود هنا، وبيبقى عندي البوبلوتيال لاين اللي قاسم لي الكودال سيرفيس لبوبلوتيال سيرفيس، والفليكسور لاين ده اللي هو ايه الفليكسور سيرفيس عشان الفليكسور دورجيتورم ماسل. اما هنا النيوترون فورامين بيبقى موجود على اللاترال بوردر، النيوترون فورامين هنا موجود على اللاترال بوردر، اما هنا موجود على الايه على الكودال سيرفيس. هنا بقى مفيش بوبلوتيال لاين قاسم لي لبوبلوتيال سيرفيس وفليكسور سيرفيس، هي عباره عن ماسكولار لاين موجوده بالشكل اللي قدامنا ده، كذا ماسكولار لاين. لو جينا نشوف الديستال اكستريميتي، هي دي معظم الاختلاف بنفرقها من هنا. في الديستال اكستريميتي هنا بيبقى الكوكليا بتاعت الهورس تبقى اوبليك جروف ما بينهم اوبليك ريتش، وبيبقى على الجانبين بتاع الهورس بيبقى فيه ميديال مولولوس بيبقى اكبر من اللاترال مولولوس، واللاترال مولولوس مقسوم بجروف فيرتيكال جروف اهو. اما هنا بيبقى عندي الميديال مولولوس موجود واللاترال مولولوس مش موجود، بس ليه فاسد هتمسك فيه. فبنلاقي عندي الكوكليا عباره عن تو ساجيتال، ما بيبقوش اوبليك زي الهورس، بيبقوا ساجيتال جروف. هنا في الهورس اوبليك وما بينهم اوبليك ريتش، لا هنا في اللارج رومينانت بيبقوا تو ساجيتال جروف قاسمهم ساجيتال ريتش، وبيبقى هنا لارج ساينوفيال فوسطه، اما هنا ما بيبقى فيه سمول ساينوفيال فوسطه. طب في كافيتي كمان ظهر لنا اهو، الكافيتي اللي ظهر لنا دي ارتيكولار فاسد عشان تعمل ارتيكوليشن ويز اللاترال مالولس، لان اللاترال مالولس بيبقى ماسك مع الفيبيولا، بيبقى ماسك مع الفيبيولا فبيبقى ليه فاسد عشان يمسك فيه. لو جينا شفنا الكرينيال فاسد هنا، بتبقى الكرينيال فاسد بتاعته اصغر من الكودا الفاسد. في حيوانات السمول رومينانت هيبقى الاثنين فاسد بتوعهم سيم از ذا سيم سايز كده، يبقى عندي لو جينا شفنا في اللارج او الاوكس بنلاقيها ثلاثة كافيتي كده، الكافيتي ده فاسد عشان اللاترال مالولوس، اثنين فاسد اهو كرينيال وكودال وما بينهم ايه جروف، وبيبقى الساجيتال ريج عليه لارج ساينوفيال فوسطة. لو جينا شفنا السمول رومينانت، السمول رومينانت هيها اللارج رومينانت، برضو هنا التيبيال تيوبريستي مش مقسوم بجروف، اما هنا الاثنين انتركوندوليت ايمينانس بيبقوا ات ذا سيم ليفل كده، مش مفيش واحده اعلى من واحده. لو جينا هنا للدوستر للكوكليا بتاعتها نفس الحكايه، بنبقى ثلاثه كافيتي اللي هو الاثنين ساجيتال جروف ما بينهم ساجيتال ريتش موجود، وبيبقى فيه اللي هو الكرينيال والكودا الفاسد عشان اللاترال مالولوس برضو موجودة، نفس الكلام بتاع اللارج رومينانت. طيب احنا هنفرقها بينها وبين الدوج ازاي؟ دي برضو سمول رومينانت لان في فاسد لللاترال مالولوس، بتلاقي تلات فراغات كده. الدوج من شكل العظمه ذات نفسها، العظمه ذات نفسها بتبقى سيجمويد في الشيب او اس شيب، بتبقى واخده لك كيرفيتشر من فوق كده وكيرفيتشر من تحت كده، فالكيرفيتشر من هنا الكونفكس سايد من هنا والكونفكس سايد من الناحيه دي بيديها حركه الاس شيب او السيجمويد شيب. ده ايه تاني؟ لو احنا جينا برضو ما عندهاش تيبيال جروف، برضو الاثنين انتر كوندوليت ايمينس، الدوج برضو عنده الاثنين انتر كوندوليت ايمينانس، الاثنين انتر كوندوليت ايمينانس ات ذا سيم ليفل. لو جينا شفنا هو الفرق الواضح ما بين الدوج والسمول رومينانت هنلاقيه في الكوكليا، الكوكليا هنا اثنين ساجيتال جروف ما بينهم ساجيتال ريجو، بس في موجود كرينيال وكودال فاسد عشان اللاترال مالولوس اهي،
ادي دي اهي اوضح اهي كرينيا الوكودة الفاسد عشان الايه اللاترال مالوس. اما في الدوج بيبقى اتنين برضو ساجيتال جروف ما بينهم ساجيتال ريدج، بس الريدج مش واضح، الريدج مش واضح وما عنديش فاسد عشان الارتكوليشن اللاترال مالوس، لان اللاترال مالوس بيبقى ماسك، بيبقى ماسك مع الايه مع الفيبيولا وملهوش فاسد عشان يحصل لها ارتكوليشن هنا، بيبقى ماسك مع العظمه من هنا كده وملهوش فاسد ليه. يبقى هنا هتلاقي اتنين كافيتي بس، اما هنا بتلاقي بنحسهم ثلاثة كافيتي. هنا الريدج اللي ما بينهم الساجيتال ريدج مش واضح، هنا الساجيتال ريدج بيبقى واضح وبيبقى عليه سينوفيال فوسا. هنا لو احنا جينا شفنا اللاترال مالوس بتاع الدوج، اللاترال مالوس بتاع الدوج بيبقى بروجكت ديستالي زي ما احنا شايفين هنا، يبقى اللي هو الميديال مالوس بيبقى بروجكت ديستالي في حاله الدوج، والاست شيب بتاعها الموضحه والكوكليا بتاعتها الساجيتال ريدج بتاعها مش واضح وما فيش فاسد للميديال مالوس. في حاله السمول رومنات بيبقى في فاسد لللاترال مالوس. لو جينا شفنا البيج، البيج نفس البيج بيبقى عظمه استوت، دي مش بيج ده دي سمول رومنات برضه، بس انا بقول يعني البيج بيبقى عظمه استوت تخينه، وبيبقى الفيبيولا دي مكمله للاخر، بتبقى مكمله للاول انتاير لينس، بيبقى ما بينهم انتر اوسيس سبيس، وبيبقى في فاسد برضو للاتر، بيبقى ليها فاسد لللاترال مالولس. والبيج الحيواني الوحيد اللي بيبقى فيه بيبقى له بيبقى عنده جروف زي الهورس، زي العظمه بتاعه الهورس دي بيبقى ليه تيبيا الجروف زي الهورس.